يعني هنتوقف طيب عند هذه التجربة الجميلة الأخيرة وهي مش روميو وجولييت. يعني كيف جاءت لك هذه الفكرة؟ وهي الحقيقة يعني يبدو العنوان جميل، لكن هو هذا المسرح الغنائي بيحتوي على أفكار رفيعة المستوى الحقيقة. وبنتكلم عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، بنتكلم عليها في مصر. هو زي ما أقول لحد كده إنه الموضوع شائك ودقيق، وعشان كده اخترت له الشكل الغنائي عشان يبقى متقبل من الناس. التسمية مش روميو وجولييت، كيف جاءت؟ هو العرض جزء منه، الفريق بيعمل مسرحية روميو وجولييت. أيوة. بس إحنا العرض اللي بنعمله يتنافى مع الهدف بتاع مسرحية روميو وجولييت. احنا بنتكلم في حاجه تانية، ما احناش عايزين الحب الذي يؤدي الى الموت، احنا عايزين الحب الذي يؤدي الى الحياه. فعشان كده جت التسميه بتاعت مش روميو وجولييت. العرض الحقيقه صعب تلخيصه او يعني حكايته، انما هو بيتكلم في ما هو ابعد كمان من مساله مسيحي ومسلم، بيتكلم في تدخل الناس في حياة الناس. بيتكلم في ان احنا بنحكم على الناس من الظهر، بيتكلم في ان احنا قاعدين بنراقب بعض، مش مشغولين بحالنا، محدش بص في ورقته، كله بص في ورقة اللي جنبه، فبالتالي بيحصل مشاكل كتير جدا. والمجتمع بيحصل فيه يعني صراعات نتاج لانه كل واحد متمسك برأيه، كل واحد شايف ان هو الصح، بيحكم على الناس، مش مدي فرصة لانه يسمع الآخر، يسمع حتى الآخر. وكمان في احنا عايشين بانه الحب يعني رجل وست. ايوه ده مش صحيح. الحب موجود في حاجات كتير، في من اول حب الوطن لغاية حب الهواية، يعني موجود في كل مظاهر الحياة. احنا ملخصينه بس في الرجل والست، وانه لو طلعت شائعه ان في علاقه ما بين اتنين تبقى كارثه، الناس كلها تحكم فما بالك ان كانت هذه العلاقه الشائعه ما بين مسلم ومسيحي ومسيحي او مسيحيه مسلمه ومسيحي او العكس، يعني او العكس. الفكره جت الحقيقه من 2014. كيف؟ انه كان في ايامها مشاكل خاصه بانه فلانه اسلمت وفلان عايز ينقذها، وحواديت ليس لها في الواقع اصل، مجرد شائعات بتنتشر فتسبب الام في المجتمع وكوارث. فجت الفكره من بدات الفكره من 2014، ثم تطورت شويه بشويه، لقيت انه المسألة مش مسألة بس شائعة بتطلق فتصيب المجتمع بكوارث ومعارك. لقيت انه في كمان احكام بتطلق من الظاهر، يعني الناس بتحكم على الناس، الناس متدخلة في حياة الناس، الناس وخصوصا مع السوشيال ميديا. أيوه. بقت الحكاية يعني كل واحد قاعد قاضي وجلاد وقاعد يعني شايف الدنيا بشكل محدد ومن وجهة نظره، من وجهة نظره وهي الصحيحة دائما، يعني طبعا ما لا تقبل الخلاف ولا النقاش، هو يعني هو صاحب الرأي النهائي والقاطع والفاصل. فده طبعا ما يخلقش حالة مجتمعية صحيحة. رد فعل الناس لهذا العرض الجميل ايه؟ الحمد لله، يعني انا سعيد جدا. انا كنت مرعوب وخايف، وكنت يعني مش متاكد ان الناس ممكن تقبل التجربه، بس هو في تجارب سبقت، هي مش اول مره الحقيقه تعمل النوع ده، في تجارب سبقت قبل كده، يمكن مش بعضها مش معروف قوي وبعضها معروف، انما يعني انا كنت خايف جدا، مرعوب.